بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام به، والحمد لله على شرف الإسلام له، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أذن الخير التي استمعت أو استقبلت آخر رسالات السماء إلى الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق. ربنا سبحانه وتعالى له اختيارات في الزمان وفي المكان. اختار في المكان المسجد الحرام ليكون مسجد لإله. احنا عارفين كل المساجد لله، إنما باختيار الناس، إنما المسجد الحرام مسجد لله باختيار الله. في الزمان اختار شهر، واختار ليلة، واختار يوم. الكعبة أو مكة المكرمة اختيار الله وحط فيها بيته الحرام. الكعبة المكرمة أظن المحاضرة اللي قالها الأخ محمد موسى لكده عن إن الكعبة خلقت من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لها أضلاع 12 ضلع بطريقة هندسية. طبعا اللي عايز يفهم الموضوع أكتر يرجع للمحاضرة بتاعته، إن بكل زاوية فيها باسم من أسماء الأئمة عليهم الصلاة والسلام. اختيار ربنا في بيته الحرام يكون في مكة. اختار ربنا شهر من الشهور. الشهر اللي اختاره الله سبحانه وتعالى هو شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر استضافة الرحمن لعباده المؤمنين. استضافة، يعني تخيل انت تكون ضيف لله سبحانه وتعالى، ولذلك الشهر ده بيكون مكثف فيه الدعاء، ومكثف فيه الروحانيات العالية، ومكثف فيه الاتجاه لله أكتر. بتلاقي ناس كتير مثلا بيكونوا تركين الدعاء وتركين الصلاة وتركين بعرفش ايه طول السنة، بيجوا في شهر رمضان التقوى والإيمان وإلى آخره وإلى آخره. إن ده شهر انت روحك بتحس فيه، إن ده شهر ربنا مستضيفك فيه، ومش مستضيف كل العالم، مستضيف عباده بس اللي هم آمنوا بيه ونفذوا كلامه. ولذلك إن الشهر ده ربنا سبحانه وتعالى لأنه عارف شهر الدعاء والتقرب إليه، فحط في سورة البقرة في آيات الصوم حط آيات الدعاء، وقال آية جميلة جدا فيها أسلوب رائع رائع، أسلوب أجمل من كده ما تلاقيش. آية في وسط آيات الصوم يقول لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا انتبه للآية دي فيها كذا ملاحظة. مثلا أول ملاحظة: إذا سألك عبادي ولم يقل الناس. ليه؟ لأن اللي بيأمنوا بربنا سبحانه وتعالى وبينفذوا طلباتهم دول عباد، ولذلك نسبهم لنفسه في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآية. بس عباد الله هو اللي ربنا هنا بيقصدهم، إذا سألك عبادي عني هنا ألغى الواسطة، ما قالوش قل، قال فإني قريب. كلمة فإني حط الصفة ولغى الفعل، لأن عشان تديك إيحاء باستمرارية الإجابة. فإني قريب. وبعدين هنا اسمع: أجيب دعوة الداعي. كلمة أجيب معناته ان دي في المضارع حطها، يعني معناته كل ما تدعي انا بستجيب، كل ما تدعي انا بستجيب، انما بايه؟ بشرطها وشروطها. اذا دعاني، خد بالك، اذا شرطيه، اذا دعاني، دعاني بطريقتي مش بطريقتك، بشرطها وشروطها. ايه هي شرطها وشروطها؟ دخل واحد عند الامام الصادق عليه السلام وقال له: يا ابن بنت رسول الله، ايتين في القران محيرني مش قادر افهم معناهم. قال له: قول. قال له: اول ايه بتقول ادعوني استجب لكم، وبندعي بندعي ما فيش استجابه. قام اتطلع فيه الامام كده وقال له: اتعتقد ان الله اخلف وعده؟ قال له: لا. قال له: لكن ماذا؟ قال له: لا ادري. قال له: طب انا هجاوبك. اذا اخذت أمورك كلها بأمر الله، نفذت أوامر الله كلها صح، وتوجهت من جهة الدعاء قبل دعائك. قال له: ما هي، إيه هي جهة الدعاء؟ اسمع معايا بقى، إيه هي جهة الدعاء؟ يقول لك أنت عشان خاطر تبتدي تدعي لازم تبتدي في دعائك بالصلاة على محمد وآل محمد، وبعدين تثني على الله،
يعني إيه تشكره؟ يعني يا رب أنت نعمك علي كتير وفضلك علي واسع ونعمك علي لا تعد ولا تحصى، وبعدين تثني على الله، بعدين تمدح الله. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب الأولين والآخرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم، أي كلام تقدر تقوله أنت ثناء على الله. وبعدين تقر بذنوبك وتعترف بها، أنا قصرت معاك، أنا أذنبت، أنا وأنت رب غفور وأنت رب رحيم إلى آخره. وبعدين تطلب دعاء طلبك، وبعدين تصلي على محمد وآل محمد. إذا كانت الصلاة في الأول والصلاة في الآخر، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل الأول وآخر، لكن ربنا كريم ما يتركش اللي في النص، فيشمل دعائك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، بيها بيرتفع دعائك للسماء وبيرتفع دعائك إلى الله. ولذلك يقول لك ابتغوا إليه الوسيلة. الجماعة اللي كانوا بيقولوا، واحد بيقول لي إن ولا إيه أحط وسطة بيني وبين ربنا، هو قال ادعوني وأنا بدعي وبرفع إيدي بالدعاء وبيستجب لي. قلت له يا عمي، قال لك ابتغوا إليه الوسيلة، يعني لازم يكون في وسيلة في الدخول إلى الله. ما ينفعش أنت تدخل على مدير عادي في الدنيا بتاعتك إلا تدخل عند السكرتير تخبط وتقول له عايز أقابله عشان كذا وكذا وكذا، فما بالك برب العزة؟ هو مظبوط رب العزة كريم قوي قوي، ويكفيني فخرا أني أدخل عليه بغير استئذان وأدخل وأتكلم أنا وأنا أنهي المكالمة، مش هو اللي ينهيها زي بقية البشر. إنما برضو لازم يكون في قوانين هو حطها، لازم يكون في تدخل عليه بشرطها وشروطها باللي هو طالبه، بالاستئذان أو التوسل أو تتخذ الوسيلة بمحمد وآل محمد. طيب قال له التانية، قال له التانية بيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومندفع ومندفع وما منلاقيش خلف. قام اتطلع برضو في الإمام وقال له أتعتقد أن الله أخلف وعده؟ قال له لا 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 لا. قال له لكن ماذا؟ قال له لا أدري. قال له إذا أخذت مالك من حل وصرفته في وضعه الصحيح، يعني مثلا ممكن واحد يقول إيه، أنا هدفع هطلع زكاة عن فلان فلان وأجي لله تعالى والله يتقبلها. يا عمي افهم كيف تحط المصاري صح عشان ربنا يخلف عليك باللي انت بتنفقه، لان مش كل واحد يعني حلال له النفقه دي. النفقه لازم تكون الناس محتاجينها بجد، مش ناس يكونوا مغوزين معاك او عشان قرايب او عشان صحاب او عشان فيك تقدم خير كتير، انما تعرف كيف تاخد الفلوس من حلال وتعرف كيف تحطها في حلال. في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى وعده لا يخلفه انه يخلف عليك النفقه اللي انت صرفتها. هنا بيقول لك ان ايات في القران كتير تديك ملاحظه كيف ربنا بيستجيب الدعاء. يعني مثلا عندك زكريا بيقول ايه، واذ نادى زكريا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. انهم ليه بقى؟ هنا بيقول لك السبب، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني حاجة يسارعون في الخيرات، أي عمل خير يجروا فيه، ويدعوننا رغبا ورهبا. خد بالك من رغب ورهبا، يعني في الضراء وفي السراء. ممكن واحد بس لما يتزنق ويقع في مأزق يا رب الحقني يا رب اقف معايا يا رب، وبقية الأيام ناسي. لا، انت تدعي ربنا في السراء وفي الضراء، لان الملائكه بتقول صوت نعرفه بيدعي دايما، فالصوت المعروف بيطلع دعاء على طول لفوق. فانت تدعي في الرغب وفي الرهب، تدعي في السراء وفي الضراء لقوم دعائك يكون له القبول. نشوف التانية، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. امتى بقى ننجي المؤمنين؟ زنون عمل ايه؟ عرف غلطته، لان هو اول حاجة هو ما كانش يعصي الله زي ما الناس كلها بتقول غلطة يونس، هو ما كانش يعصي الله، هو بس زهق من قومه فطلع بدون استئذان بدون ما ياخد الاذن من الله. فهنا عرف غلطته لما نزل في بطن الحوت سجد. خد بالك هو بطن الحوت ضلمة ففي الظلمات سجد، فاهم ازاي؟ اقر بذنبه وهلل واستغفر وسبح لا اله الا انت، هذا التهليل، سبحانك
التسبيح إني كنت من الظالمين، الإقرار بالذنب. فهنا ربنا سبحانه وتعالى استجبنا له وبيديك مثال، ونجيناه من الغم لأنه هو كان في بطن الحوت، وكذلك ننجي المؤمنين. كل من وقع في غم ربنا سبحانه وتعالى بيديله عهد أنه ينجيه. إمتى؟ إذا استخدم الطريقة الصح. يعني تكون في ضلمة بالليل، تقوم بالليل وتدعي ربنا وانت بتبكي وانت حاسس بحالك انك مظبوط مذنب، وتدعيه وانت ساجد وتهلل وتسبح وتكبر وتطلب من ربنا ودموعك نازلة، 100% بيستجيب لك. وكذلك ننجي المؤمنين. خد بالك المؤمنين. ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. احنا عارفين ان في قصة نوح لما نيجي نسترجع فيها نجد ان نوح سبحان سلام الله عليه، ان لما حس بالموقف الشديد اللي هو فيه وقال لي قال له ربنا الحقني، يعني شوف لي صرفه، انا في مأزق. فلانه دعا بمحمد وآل محمد، كان عارفهم، فدعا بتوسل إلى الله بمحمد وآل محمد، فاستجاب له ربنا سبحانه وتعالى ونجيناه وأهله من الكرب العظيم اللي هي الغرق اللي كان موجود وقتها. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف طريقة الأدب بتاعة الأنبياء، ما قالوش يا رب زهقت، يا رب تعبت، يا رب المرض هلكني، يا رب مش قادر أتحمل، أنا بدي أموت حالي. أنا قال له إني مسني الضر، كأن يعني ربنا مش عارف إنه مسك الضر، بس قالها له بطريقة أدب وطريقة ذوق، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بس كلمتين. هنا بقول لك إيه، فاستجبنا له، لأنه عارف كان أيوب على طول دعاء 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 وتوسل دعاء وتوسل، وبيعترضش على قضاء الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيوعد المؤمنين، إذا أنت رضيت بقضائي رفعت عنك شر القضاء، إذا أنت رضيت باللي أنا كتبته عليك خففت عليك التقل، اللي أنا بقول لك اعمل واعمل واعمل، بديك حاجات خفيفة بقبل منك الخفيف، إذا قبلت مني بقبل منك. فكنا هنا كان أيوب على طول على طول شاكر، وعلى طول يسبح، وعلى طول يدعي، وعلى طول يحمد، وعلى طول يهدد. فهنا ربنا سبحانه وتعالى مجرد قال له كلمتين، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كلمة في منتهى الذوق والرقة وفي منتهى الأدب والخضوع مع الله. فاستجبنا له ونجيناه فكشفنا ما به من ضر. مش بس كده، يعني شوف بقى الكريم لما يعطي، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، أعطاه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معه. ده الكرم بقى بتاع ربنا. إذن سلاح المؤمن هو الدعاء. سلاح المؤمن، عارفة كيف الجندي لما يكون قاعد على الحدود وحامل سلاحه، أو أي إنسان يكون في خطر ويحمل السلاح، السلاح تحس يديله شعور بالأمان، شعور بأنه محمي لأنه عنده قوة دفاع. ولذلك الدعاء بتاعك كل ليلة يديك القوة دي. قال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني الإنسان اللي بتكبر على إنه يدعي ربنا أو ينسى يدعي ربنا مصيره إلى جهنم، لأن لولا الدعاء ما كانش ربنا اهتم فينا خالص. قلنا إن الدعاء مهم كتير، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان ادعوني استجب لكم. الدعاء مهم ومهم. ولذلك احنا دايما بنسمع الائمه بيقول اذا اردت ان تتكلم مع الله فالجا الى الدعاء، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرا القران. فاذا الدعاء والقران الاثنين مع بعض متشابكين، انما انك تقرا القران لازم تدعي، انك تدعي لازم تكون فاهم القران، لان ده يعطي ده وده يعطي ده. طيب هنا بقول لك ان لابد للدعاء من عده اشياء. اول حاجه اوعى تدعي وانت متشكك، لان متشكك راح عليك الدعاء. لان هنا بقول لك ايه، انا عند حسن ظن عبدي بي فلا يظن بي الا خيرا. يعني وانت بتدعي تقول ايه، اكيد ربنا هيستجب لي، لان انا بتكلم مع ربنا بقلب صافي، مش بتتكلم بعقل الهي. لو اتكلمت بعقل الهي وتقول انا بدعي زي ما قالوا لي ادعي، لا،
تتكلم بقلب صافي، يقوم ربنا يعرف منك بالظبط انت عايز ايه وبطريقه الدعاء بتاعتك، حتى لو كلمه واحده. مش بنقول لك رص لي كلام وقول كلام مجرد حفظه، بكلمه واحده صادقه بتوصل عند ربنا سبحانه وتعالى بشرطها وشروطها زي ما قلت لك. الباقر عليه السلام بيقول لك ايه، ما بسط عبد يده الى الله وطلب منه شيء إن الله يستحي أن يردهما صفرا، صفرا يعني فاضيين. ولذلك إذا دعيت ورفعت إيديك بالدعاء امسح وجهك ورأسك، لأن فيهما من فضل الله ورحمته. ربنا مش ممكن ينزل إيديك فاضيين، ولذلك إحنا متعودين لما نقعد في الأماكن نقرأ الفاتحة نعمل هيك، مش كده؟ لما تعمل كده معناته إيه؟ دي عادة يمكن إحنا خدناها من أهالينا، بس لا، دي معناته إن أنت لما تدعي لما تقرأ الفاتحة لازم إيديك تكون مفتوحة لفوق، متجهة لفوق، مش كده، متجهة لفوق. فإيديك المتجهة لفوق وأنت بتقرأ الفاتحة بقصد الثواب بينزل فيهم من رحمة الله وبركته، ولذلك حطها على وجهك وعلى رأسك. دعوة العبد سرا أفضل من دعوته جهرا 70 مرة. تعال نشوف بقى الإمام علي سلام الله عليه هيك بيعلم الإمام الحسن كيف طريقة الدعاء. أنا هقراها أول بلغة الإمام وبعدين هشرحها. بيقول لك إيه، بيحكي مع ابنه الحسن بيقول له: ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقتننك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة لتكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الأمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتى، دي بتحصل معنا كلنا كده، وأتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك حماله ويبقى وينفي عنك وباله، والمال لا يبقى لك ولا تبقى له. شوف ما أعظم هالكلمات، ما أحلاها بتاعت الإمام. تختصرها، مختصر كل طريقة الدعاء اختصرها في الكلمتين دول. يعني أول حاجة بيقول له ارفع ايديك بالدعاء واطلب من ربنا اللي انت عايزه، لأن ربنا بيديك من الرحمة قد ما فيه، بس على شرط نيتك، عطيتك هتكون على قد نيتك. إذا نيتك صادقة ونيتك متوجهة لله تمام وما فيش أي شك فيها، هتكون العطية بتاعتك العطية على قدر النية. وبعدين هنا بقول لك اوعى تقنط من تأخير الإجابة، زي اللي قال له من ندعي وما فيش إجابة، اوعى تقنط من تأخير الإجابة، لأن تأخير الإجابة أعظم لأجرك. ممكن يكون والله دعاء العبد ده بيعجبني أخره إجابته عشان أسمع كل يوم توسله، ممكن تكون تأخير الإجابة إن ده مش الوقت المناسب اللي تطلب فيه الطلب ده، مش وقتك، لو جالك الطلب ده على السريع هلكت أو هلك دينك. فهنا بيعلمك إن كل حاجة تصبر فيها لقضاء الله، لأن من رضي بقضاء الله رفع عنه شر القضاء. وبعدين لرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك أو لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما تقدر تحمله، تقدر تحمل الشيء اللي انت طلبت. يعني تقولش يا رب اديني جبل ذهب، يا رب اديني بعرفش ايه وادي بعرفش ايه، لا، اطلب شيء تقدر انت تحمله، تقدر تتحمله. ينفي عنك وباله، لان لو طلبت شيء كبير قوي 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 وعطاك يا حيكون فيه وبال عليك، لان انت لو اعطاك شيء كتير هيحاسبك عليه. فاطلب على قدك واطلب الحاجات اللي تكون في استطاعتك انك تحملها. المال لا يبقى لك ولا تبقى له، شوف الحكمة فيها دي جميلة قد ايه. هنا خلصنا من شهر اللي ربنا اختار، ندخل في الليلة اللي ربنا اختارها، اختار ليلة القدر. طبعا ليلة القدر قد ما احكي عنها كلكم عارفينها، كلكم عارفين ان ليلة القدر دي خير من 1000 شهر، وان الليلة دي هي باجماع فقهاء الشيعة انها ليلة 23. ليه؟ لأن بيقولوا ليلة الجهني، الجهني اللي هو ده كان واحد راعي من الرعاة، كان عنده مال كتير وغنم كتير، وكان ساكن بعيد في أطراف المدينة، فجي للرسول قال له: يا رسول الله اديني ليلة، لأن أنا عشان أجي أحضر ليلة القدر العشر أيام الأخيرة من رمضان، هضطر أجيب كل رزقي وكل أهلي وكل اللي عندي وأجرهم وأجيبهم.
فاديني ليلة وحيدة أقدر أجي فيها. فقال له تعالى ليلة 23. إحنا عندنا أهل شيعة أهل البيت إن إحنا الثلاث أيام بتاعت ليلة القدر ثلاث أيام حزن، لأن ب19 قتل الإمام علي سلام الله عليه، ب21 دفن الإمام علي. ف19 بيتقدر لك أنت تعمل إيه، ف21 بيتكتب لك القضاء، ف23 الإمضاء. يعني كأنك أنت بتشترك مع ربنا في تقدير مسارك، بتطلب منه وتطلب منه بطريقة الدعاء صح، وتطلب منه في الثلاث ليالي دول. أول حاجة لما جي واحد قال للإمام ثلاث ليالي افرض ما قدرتش أعملهم، قال لي يا أخي ثلاث ليالي في عمرك مش كتير، في سنتك مش كتير. قال له طب عندنا ناس بتقول مثلا إن زي ما إحنا عندنا دلوقتي المرجع الفلاني بيقول لك يوم الأربع، المرجع الثاني بيقول لك يوم الثلاث، المرجع الثالث بيقول لك يوم الأربع. إحنا محتارين فين ليلة القدر الحقيقية، فتكون النتيجة نعمل إيه؟ نصلي الثلاث ليالي دول كل واحد على طريقته، ربما تظبط الليلة دي. احنا عارفين ان احنا متعودين في ليلة ليالي القدر نقرأ دعاء الجوشن، بنقرأ الروم العنكبوت والدخان، من نقرأ اللي قدر 1000 مرة، بنعمل الصلاة 100 مرة. زيارة الحسين مهمة جدا جدا في ليلة القدر الكبرى، مهمة جدا، لانك في ليلة 23 يزور قبر الحسين 24,000 نبي وملك، ملك مش ملك، ملك بيزوروا. فإذا أنت زرت الحسين في الليلة دي دخلت في زمرة الزوار بتوعه، وطبعا دخولك في زمرة زوار أبي عبد الله الحسين، الملائكة الموكلين بقبر الحسين بيستغفروا لكل زواره في الليلة دي. في ليلة القدر كمان في عندنا ناس مثلا ناس كبار في العمر كتير ما يقدروش يصلوا 100 ركعة، ما يقدروش يقروا كل اللي احنا بنقوله ده. فإحنا دين وسط، دين سهل، دين لين. فهنا يقول لك الإمام يقول لك ركعتين من الصلاة في الليلة دي، بتقرأ الفتحة وبتقرأ 7 مرات قل هو الله أحد، ركعتين، وتختمهم ب70 مرة استغفر الله. الركعتين دول لا تقوم من مقامك إلا وقد غفر الله لك كل ذنوبك ولأبويك زيهم. يقول لك بيخصص لك ملك من الملائكة أو ملائكة يستغفرون لك إلى زيها في السنة الجاية، ويبنوا لك القصور ويغرسون لك الأشغر بركعتين. شوف كرم ربنا قد إيه، بركعتين في الليلة دي تعملهم بيديك العطايا دي، لأن ربنا كريم. هنا في دعاء برضو سطرين يقال في ليالي القدر. الدعاء ده اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه اسمك الأكبر وأسمائك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. هكتبها لكم على الصفحة بتاعتي في الفيسبوك. كمان وضع القرآن على رأسك اللي هو دعاء التوسل ده مهم جدا، لأن أنت لما تحط القرآن على رأسك بتتوسل بالثقلين، بالقرآن كتاب الله وبالعترة. لأن إحنا لما بنحطه بنقول إيه، اللهم بحق هذا القرآن وبحق من نزل به وبحق من أنزل عليه وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعلم بحقك منك بك يا الله 10 مرات، بمحمد 10 مرات، بعلي 10 مرات، بفاطمة 10 مرات، بالحسن 10، بالحسين 10، إلى كل الأئمة 10 10 10 للآخر. ده دعاء التوسل، ده دعاء كمان دعاء مستجاب جدا، لأنك أنت بتتوسل بالثقلين، عندك القرآن على رأسك وعندك العترة بتتوسل بيها. هنا خلصنا من ليالي القدر، كلنا عارفينها، كلنا عارفين النظام بتاعها، وكلكم بتروحوا على المساجد في ليلة القدر بتعملوها. بندخل في اليوم اللي ربنا اختار اللي هو يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يوم اختاره الله للمؤمنين. أول حاجة في يوم الجمعة مهمة جدا اللي هي الغسل، الحمام، بحيث ان كان الناس ايام زمان ايام الامام علي كان يعايروا بعضهم اذا ما تحممش، يعني كان يقول له انت، كان الامام يقول له والله لا انت اعجز من التارك لغسل يوم الجمعه. يعني كان تبقى حاجه مهمه قوي قوي ان لازم يغتسل يوم الجمعه، لان غسل يوم الجمعه بيسند او بيسدد لك الثغرات اللي عملتها في الوضوء بتاعتك طول الاسبوع بتتوضى. يمكن
الوضوء ما كانش كامل، ما كانش متوفر، ما كانش غسل يوم الجمعة بيسد الأشياء دي. فهنا يقول لك يوم الجمعة الصلاة على محمد وآل محمد، ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك لو صليت علي 100 مرة وقلت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، 100 مرة بتقضى لك 60 حاجة، 30 في الدنيا و30 في الآخرة، فما بالك اللي بيصلي 1000 مرة، شوف قديش الثواب بتاعها. هنا يقول لك ان اللي بيصلي على محمد وآل محمد في ليلة في نهار الجمعة في يوم الجمعة 100 مرة، طبعا كل ما تزيد كل ما ربنا يعطيك اكتر، انما اللي بيصلي عليهم بيكون مع الامام، وخصوصا اذا قال وعجل فرجه بيكون مع الامام، حتى لو مات بيطلعوا الامام في ظهور. فلذلك الناس دول اللي بيصلوا على محمد وآل محمد يوم الجمعة وبيقولوا عجل فرجه بيكونوا مع الامام سلام الله عليه. بعدين هنا ما تنساش ان الصدقة في يوم الجمعة مهمة، مهمة جدا. صدقة يوم الجمعة بألف، ثوابها بألف. في ليلة الجمعة بألف وفي يوم الجمعة بألف. يقول لك ان في سور من القرآن تقرأ يوم الجمعة لها أهمية كبرى جدا، يعني مثلا عندك سورة الكهف، عندك سورة النساء، سورة النساء دي لضغطة القبر، تقرأ يوم الجمعة ليعفى من ضغطة القبر. عندك سورة الزهراء عليها السلام كانت بيجي لقرب العصر عند قبل الغروب، عند في ساعة في استجابة الدعاء اللي كانت بتقول لفضة اطلعي ولما تلاقي الشمس مالت قوليلي. الصلاة في الوقت ده دعاء مستجاب، دعاء مستجاب 100%، تصلي فيها بالياسين والصفات وتهديهم هدية للزهراء، لو عملت العمل ده ودعيت ربنا بيستجيب لك دعائك، لان كل واحد عنده مشكله يعمل الحكايه دي يوم الجمعه ويجرب ويشوف. يقول ان قلنا ان الصلاه على محمد وآل محمد وتعجيل الفرج في الفجر وفي اليوم نفسه دي بتكون مع الامام سلام الله عليه. زياره النبي وزيارة الأئمة الأطهار، عندكم زيارة الجامعة طويلة، في عندكم اختصار من الزيارة الجامعة، يعني ما قدرتش تعمل زيارة الجامعة ولا زيارة ولقيت عندك مشغولية ومسؤول، قول بس أقف قول ناحية القبلة قول السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، سلم عليهم واحد واحد أديك زرتهم. بعدين ما تنساش دعاء الندبة في يوم الجمعة، وإن شاء الله نكون وفينا الكلام معاكم وبنشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله.